بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة معانا موضوع جميل قوي، كلنا لازم الكلمة دي تتكرر في بيتنا أكتر من مرة، كلمة البركة. البركة، مين فينا عايش من غير ما يحس بكلمة البركة؟ كلمة طيبة، ما بيحسش باطمئنان ولا براحة إلا بذكر هذه الكلمة. الابن هو خارج من بيتهم يلتمس بركة والديه، الأب قاعد في وسط ولاده يلتمس بركة الله في الطعام. طريقنا ما بنعرفش نمشي فيه إلا ببركة ربنا سبحانه وتعالى. إيه هي كلمة بركة؟ كلمة متكررة في حياتنا بس مخلينا حاسين ان احنا واقفين على ارض صلبه. ليه؟ لانها بتحسسنا برضا ربنا سبحانه وتعالى علينا، ولما حسيناش برضا ربنا بنبتدي نحس بالقلق. طيب، البركه دي هي جند من جنود الله تعالى، البركه دي هبه من الله تعالى. ازاي وايه افضلها؟ البركه هي هنا عندنا إذا البركة قلنا هي هبة ومنحة من الله تعالى، إذا حلت على الماء كسر، وإذا كانت في الولد كان الإصلاح، وإذا كانت في الوقت عمرته، وإذا نزلت في القلب أسعدته. طيب، قلنا هنا البركة كمان معجزة من معجزات النبوة. إزاي؟ نتذكر الرواية اللي هي أهل الصفوة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه قطح من اللبن، ويدوبك عليه أفضل الصلاة والسلام، ويدوبك كان يشرب منه واحد أو اتنين أو تلاتة، لكن بالمعجزة النبوية قوم شرب منه وفاض. يبقى هنا كلمة البركة، وكلمة دايما بنقولها في بيوتنا، لقمة هنية تكفي 100. هنشوف البركة وخيرها على بيوتنا من الشيخ أحمد. أهلا بيك. سلام عليكم. بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. أمين. لغة التواصل جميلة. أحسن الله عليك. ما مفهوم كلمة البركة؟ أولا بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أولا برحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين كالعادة، يعني زي ما يعني إذا أي حد حاب يتواصل معنا إن شاء الله من خلال أرقام التواصل. البركة يعني كلمة حروفها قليلة ولكن معانيها كثيرة، كلمة حروفها قليلة ولكن معانيها كثيرة. زي ما حضرتك ذكرتي، البركة إذا حلت في المال القليل كثرته، وإذا حلت في الولد يعني أصلحته، وإذا حلت في القلب أسعدته. هذه من معاني البركة. فالبركة يعني تأتي بمعنى الخير، البركة تأتي بمعنى الخير، ويقال فلان لا بركة فيه يعني لا خير فيه، أو الحاجة دي ما فيهاش بركة يعني لا يمكن الانتفاع الكامل بها، لا يمكن الانتفاع الكامل بها. والبركة أنواع، هناك بركة في الأوقات، هناك بركة في الوقت والزمن، بركة في المكان، أماكن مباركة، بركة في الذوات الصالحة، بركة في الأعمال ونحو ذلك. فمن هذه الأنواع قلنا هناك بركة في الأماكن كالكعبة، الكعبة الله المشرفة، الله قال مباركا فيه، الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، تبارك الله قال عن الكعبة مباركة. طب هذه الكعبة سميت كعبة لأنها مكعبة الشكل، هذه الكعبة من أي شيء بنيت؟ بنيت من الحجارة. طب هذه الحجارة قبل أن يبنى بها الكعبة، قبل أن توضع في هذا المكان، أين مكانها؟ كانت في الجبال. طب هل الناس إذا مروا عليها يعني يأخذونها ويقبلونها مثلا؟ يعني حجارة بالجبل، لكن لما أو مثلا إذا كان في الطريق فبصق عليها مثلا، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء،
لكن لما صارت كعبة مباركة حلت فيها البركة ما شاء الله وفيها ما فيها من الخير العظيم وفيها ما فيها من البركات والرحمات والنفحات، حتى إنه الإنسان يعني جعلت هذه الحجارة لمجرد أن كما قال حسن بصري إنه الواحد إذا وقع نظره أول ما يقع نظره على الكعبة يستجاب دعاؤه. ما شاء الله ما شاء الله، هذا من البركة ما شاء الله. آه دي بركة البركة. الله تمام. حتى إذا نزل الماء، ماء المطر أحيانا ما ينزل ماء المطر، بعض الناس يعرضون أنفسهم خاصة للماء الذي ينزل من على ميزاب الرحمة. أيوة. يعني شيء مبارك. أيوة. ماء مبارك نزل على مبارك فازداد بركة. فازداد بركة. الله. ما شاء الله. ففيها الحجر الأسعد، الحجر الأسود، هذا حجر مبارك أصله من الجنة. فهناك بركة في الأماكن. كذلك من الأماكن المباركة البقعة التي ضمت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال القاضي عياض في الشفا، هي أفضل عند الله من العرش. تبارك الله. البقعة التي ضمت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل عند الله من العرش. النبي هناك يعني ذوات مباركة كأجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الطيب المبارك صلى الله عليه وسلم، النبي كله بركة. النبي من عظمته ومكانته عند ربه لم يقسم الله تعالى بحياة أحد من البشر، لا بحياة آدم أو الأنبياء ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا بحياة أحد من الملائكة، لا بحياة جبريل ولا غيره، لم يقسم إلا بحياة سيدنا محمد. فقال سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي وحياتك يا محمد. الله يقسم بحياة سيدنا محمد، لأن قلب سيدنا محمد حوى من تعظيم الله ومن خشية الله ما لم يحوه قلب امرئ قط صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كله بركة، إذا دعا على الشيء القليل يكثر، إذا وضع يده في الشيء القليل يزيد ببركة الله. زي ما حضرتك ما ذكرتي أن كوب الحليب كوب اللبن لما وزعه لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام، قصة حصلت مع سيدنا أبو هريرة وكان جائعا ما ذاق طعاما منذ أيام. أيوة. ولما تقابل مع النبي فالنبي قال له الحقني، فلما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي وجد يعني شيء قليل من اللبن، قليل من اللبن. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذه ثم قال لأبو هريرة، قال له خذ وسقهم لأهل الصفة وهم فقراء الصحابة. أيوة. كانوا في المسجد. أبو هريرة قال فصرت أنظر إلى ما في الحليب يعني ما في الإناء يكفي من هذا؟ قال إذا شربته لا يكفيني. قال فصرت أعطيهم واحدا تلو الآخر وهو كما هو لا ينقص منه شيء، حتى شربوا جميعا وشرب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو هريرة اشرب فشرب، فقال له اشرب فشرب، ثم قال قل له اشرب اشرب، قال فما وجدت له مسلكا، ما وجدت له مسلكا. فقال يا رسول الله لقد ارتويت لا أجد له مسلكا صلى الله عليه وسلم. قال وبقي اللبن كما هو وبقي الحليب كما هو وفات ببركة البركة بركة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى بئر تفلة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات ربي وتسليماته عليه، هذا يعني بئر كان ملح أجاج لا يستطيعون أن يشربوا منه، فتفل فيه رسول الله تفل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار ماء عذبا ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كله بركة، شعره بركة، ثيابه بركة، ما اتصل به وما خرج منه كله مبارك صلى الله عليه وسلم. بل كان عليه الصلاة والسلام يعني وفعل الصحابة كمان يعني حتى يتضح الأمر أكثر، إذا أردنا أن نعرف معنى كلمة تبرك أيضا. أيوة. التبرك ما هو التبرك؟ أن في ناس مجرد يسمع أنه فلان تبرك أو توسل يتهمونه بالكفر والشرك والخروج من الدين. التبرك هو طلب زيادة الخير، طلب زيادة الخير. يبقى التبرك هو طلب زيادة الخير ونمائه. نعم. والتوسل. أيوة. هو الطلب من الله. تمام. لا من نبي ولا من ولي. والفرق هنا طلب زيادة الخير. نعم. ببركة البركة صلى الله عليه والتوسل. وسلم والتوسل هو الطلب من الله، الطلب من الله من أجل حصول منفعة. تمام.
أو اندفاع مضرة. قالوا التوسل هو الطلب من الله، يبقى ليس لا من النبي ولا من الولي ولا من غيرهم، الطلب من الله. أنا أقول اللهم، الطلب من الله من أجل حصول منفعة، حصول خير له، حصول شيء، أو اندفاع مضرة، أو يندفع عنه ضر من الأضرار. تمام. من أجل حصول منفعة أو اندفاع مضرة. قالوا إكراما للمتوسل به، إكراما للمتوسل، للمتوسل به. يبقى ما الطلب شاء من الله. الله بذكر اسم نبي أو ولي من أجل حصول منفعة أو اندفاع مضرة إكراما للمتوسل به. فإذا توسل الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس شركا، هو لم يعبد غير الله، ما عبد غير الله، هو طلب من الله. يعني مثلا أحيانا الأمهات في البيت أو الناس الكبيرة يقول لك روح ربنا يسر أمرك بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يتهمونهم بالشرك، أشركتي؟ أعوذ بالله، كيف أشركت؟ ليه؟ بعض الناس هكذا أفكارهم هكذا، فيتهمون المتوسلين بأنهم أشركوا، بأنهم عبدوا غير الله والعياذ بالله تعالى. فهنا بنقول له لا، هي لما قالت بجاه رسول الله أو بحق رسول الله ونحو ذلك، النبي هو الذي علمنا ذلك عليه الصلاة والسلام. لما ماتت السيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي الله عنه، لما ماتت السيدة فاطمة وكانت أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحب رسول الله وتحنو عليه وكانت تقوم به، حتى ورد في بعض الروايات أنه قال كانت أمي بعد أمي رضي الله عنها. فلما توفيت السيدة فاطمة بنت أسد، النبي ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن يدخلوها قبر القبر، نزل النبي في قبرها ونام فيه، نام هو في القبر الأول وبعدين قام. الله. لأي شيء؟ لتحل فيه البركة، لتحل فيه البركة. نعم. في نام فيه، نعم، ولفها بإزاره عليه الصلاة والسلام، بثوبه لفها به ثم دفنها به. لأي شيء؟ للبركة. السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي من؟ الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين عائشة، أفقه نساء العالمين رضي الله عنها وعن أبيها. هذه السيدة كم لامست جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني كم لامس جسدها جسد النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأت نفسها مستغنية عن البركة التي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حضرتها الوفاة أخرجت لهم قطعة من قميص النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالت لهم دعوا ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. الله. روى ذلك الحافظ مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في المجلد العاشر. إذن البركة الخير المطلق. نعم، الخير الكثير. هنا البعض بيستعمل كلمة بركة بسبب أو بطرق يعني منافية للدين شوية. نعم. مثلا بنشوف بعض المظاهر ان الناس مثلا بيروحوا المقامات الشريفه مثلا زي سيدنا الحسين. نعم. ونحط ايدينا على الحيطه ونتمسح بها. نعم. وبناخد بركه سيدنا الحسين، هو بياخد بركه الحائط. احنا بنقول في مثل هذا نقول اول شيء هناك اداب للزياره. الانسان اذا زار قبر النبي عليه الصلاه والسلام هو امر جائز بل مستحب، لا يعني ليس فيه مانع، اي مانع شرعي. أيوة. لأن بعض الناس كان ينهون أن الإنسان يخرج بنية أن يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره من قبور الأنبياء أو الصالحين، ويقولون يستدلون بالحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أيوة. يعني هذا الحديث لا يحمل على هذا المعنى، إنما بينه حديث آخر رواه الإمام أحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمطي أن تعمل من أجل الصلاة في مسجد إلا في هذه المساجد الثلاثة للمزية الخاصة بها، وهي زيادة الأجر والثواب. فلأن ثواب الصلاة في المسجد الحرام يعني بعدد كبير، وغير المسجد الحرام، غير المسجد النبوي، غير المسجد الأقصى، فهذا لعظم الثواب فيها، فينبغي أن تشد الرحال من أجل طلب زيادة الأجر، يعني في أجر الصلاة. ليس بالصلاة. نعم. تمام. ليس المقصود لا تشد الرحال، والا كما ورد كما اورد الحافظ ابن حجر في الفتح ان سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه، سيدنا بلال الحبشي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من المدينة الى بلاد الشام. ايوه. استأذن ابي بكر ثم بعد ذلك اذن له سيدنا عمر، سكن بلاد الشام. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا النبي يقول له ما هذه الجفوة يا بلال،
أما أنا لك أن تزورنا. ما شاء الله كأن ما النبي شاء الله يعاتبه ما شاء الله. يعني عتاب المحبين. أيوه قال له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورنا؟ تأخرت علي. فقام سيدنا بلال رضي الله عنه وشد رحله وذهب إلى أين؟ لزيارة، قصد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أن دخل على القبر الشريف انكب عليه يقبله. هذا في فتح الباري شرح صحيح البخاري. فانكب عليه يقبله، قالوا: غلبه الشوق، الشوق يغلب بلالا. لذلك قالوا: لطيبة عرج، إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب. ما شاء الله. إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال غلبه الشوق فانكب على القبر يقبله. سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما دخل مروان بن الحكم وكان واليا على المدينة، فوجد شخصا واضعا يعني وجهه على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان ظاهرا، فكأنه ينكر عليه. قال: ما هذا؟ ماذا تصنع؟ فرفع سيدنا أبو أيوب الأنصاري الذي نزل النبي في بيته أول ما وصل المدينة، وقال: هذا خالي، فليرني كل مرء خاله. نعم. فرفع رأسه وقال: جئت رسول الله ولم آتي الحجر. الله. قال له: الله. جئت رسول الله ولم آتي الحجر. ثم قال له: لقد سمعت صاحب هذا القبر يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. معناه يا مروان أنت لست أهلا لأن تكون واليا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جمع بعض العلماء يعني قصيدة نذكرنا بعض الأشياء، جمع فيها شيء من الأدلة على جواز التبرك ونحو ذلك، فقال: أبدأها بقول بسم الله، تنزه الرحمن عن أشباهه، وأحمد الإله ذا الجلال لفضله بالهدي والنوال، ثم الصلاة والسلام منا على نبي للفلاح سنة، طريقة التبرك الميمونة في ذاك أهل العلم يتبعونه، فإن رأيتم من أتاكم يدعي بأنه غير الهدى لم يتبع، وقد أحل حرمة ضلالة من جهله أو حرم الحلال، قولوا له إذ حرم التبرك بأثر النبي زاد شرك، إن اقتسام الشعر يا مماري، رواه مسلم كذا البخاري. ما شاء الله. معنا أم ياسين، أهلا بك يا أم ياسين. عليكم السلام. أهلا. عليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أستاذ حضرتك بتشير بس في سؤال على السريع كده. تفضلي. دلوقتي أنا عندي واحدة زميلتي دخلنا في نقاش في موضوع البركة برضه في سؤال الحلقة يعني. إن هي جوزها واخد سارق حاجة من الحكومة يعني اللي هو الكهرباء اللي هم البياعين دول بيبيع يعني. فدلوقتي لما جيت اتكلمت معاها فقلت لها كده حرام والبركة، قالت لي ليه؟ ما تحل ما كله عامل كده وكله واخد نور، مش احنا اشمعنى احنا؟ فانا قعدت اكلمها قلت لها بس كده حرام يعني، كده ربنا مش هيبقى فيه بركه في حياتك. قالت لي لا 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 ده كده حلال الحلال. فحاجه كمان ثانيه بنت الشيخ، اتفضل. انا دلوقتي لما اتعامل مع الناس بطيبه واخلاق وشايفه ناس بتكذب واخلاقهم وحشه وانا بتعامل بطيبتي، هل ده كده ضعف مني؟ ولا لازم اغير اساليبهم علشان اعرف اتعامل معاهم؟ في حاجه تاني؟ شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك. فنكمل بعض الأبيات. فقال: إن اقتسام الشعر يا مماري، رواه مسلم كذا البخاري. النبي لما كان في حجة الوداع فحلق شعره الشريف صلى الله عليه وسلم ووزعه بين الصحابة. هذا لأي شيء؟ عادة الشعر السنة ماذا نصنع لما نحلق أو نقلم ظفرا؟ ندفنه. النبي الشعر لا يؤكل عادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا وزع شعره؟ بل أعطى بعض الصحابة وصار يوزع هنا وهنا وأعطى المسلمة وغيرها. تبارك الله. فقال العلماء: ليظل بركة باقية منه في أمته إلى قيام الساعة. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن اقتسام الشعر يا مماري، رواه مسلم كذا البخاري. وجبة النبي سل أسماء، أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، وجبة النبي سل أسماء، أما رأت في مائها الشفاء؟ تقول: كان المرضى يمرضون يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يأتون إلينا، فكانت السيدة عائشة تخرج لهم
جبة طيالسية للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت كنا نضعها في الماء ثم نعطيهم الماء، فكانوا يشربون هذا الماء بنية الشفاء، فكان الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم ما بهم من بلاء وأمراض. وبعد أن توفيت السيدة عائشة أخذتها السيدة أسماء وكانت تفعل ذلك أيضا. في هنا سؤال، هل الذنوب الله يحفظنا يعني بتقضي على البركة في البيت؟ احنا كنا يعني كنا كاتبين هنا انه من اسباب البركه تحري الحلال، تحري الحلال تمام، وترك الحرام، وترك الحرام. هنجي لها دلوقتي بس نجاوب على الاخت. نعم. الاخت اللي اتكلمت انه بتعامل ناس بطيبه واخلاق. أيوة. وكذا. أيوة. هذا مطلوب من كل مسلم اكيد طبعا، ان يتعامل بخلق حسن وبنيه صالحه وبنيه طيبه، وان يداري الناس قدر المستطاع، وان يصبر عليهم وعلى اذاهم. هذا الأصل، ويقول هذا للإنسان الأصل. ثواب عظيم، هيقولوا عنه أنه دخنوع، هيقولوا عنه أنه ما بياخدش حقه، هيقولوا يعني زي يقولوا كما ورد في الحديث، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، وأن يكون لك خير من أن يكون عليك. أكيد طبعا، ده الأحسن والأساس. أيوة. أما صحيح. بالنسبة للأخ واخد كهرباء من هنا ولا غيره، دي يعني حاجات في قوانين الدولة حطاها لتنظيم الحياة وتنظيم الأمور ونحو ذلك، فينبغي الإنسان ألا يذل نفسه، يعني لأنه الآن مثلا لو كشف الأمر سيتعرض للإيذاء، ويتعرض يعني معناه يعني قد يتعرض للحبس ونحو ذلك، وبعد ذلك يقعد يعني يبكي ويقول إنه أنا كذا وعملوا لي وسووا لي وكذا، طب ما أنت عرضت نفسك لهذا البلاء. فالإنسان كل واحد يعني أنا مثلا واخد شيء من هذا المكان، أنا أدفع قيمة هذا الشيء وانتهى الأمر، ولا أعرض نفسي للبلاء. فمن أسباب البركة أول شيء تقوى الله سبحانه وتعالى الأساس، والتقوى أداء الواجبات واجتناب المحرمات. أيوة. الإنسان أن يعلم الإنسان وأن يعرف ماذا افترض الله عليه، فيأتي الحلال ويترك الحرام. كذلك القناعة من أسباب البركة التي بسببها تحصل البركة. صح. القناعة. الإنسان ألا يطلق بصره إلى ما في أيدي غيره، وده بيخلي عند الإنسان يعني توكل على الله سبحانه وتعالى، ده بكام من التوكل والمراقبة وثقة القلب بالله، أن الإنسان أن يعلم في قرارة نفسه أنه لا يكون إلا ما قدر الله، وأن ما كان لك سيأتيك رغما عنك، وما لم يكن لك لن تحصل عليه مهما حصل. يعني كلنا عايشين. نعم. ببركة ربنا سبحانه وتعالى. صفاء النوايا كمان النية. أيوه. الصالحة. تحري الحلال وترك الحرام. تمام. أليس ورد في الحديث؟ شكرا لحضرتك. بارك الله فيك. الحديث الرائع. بارك الله فيك. إذا بصراحة الحديث جميل قوي، بس لعله نكمله إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شكرا. إلى اللقاء. بارك الله فيك. والمحبة والجمال دين السماء.